سبحانه وتعالى بإيش؟ بالدعاء. يا إخواني طلع عظمة هذا العمل. في ناس عبدوا الله 800 سنة و1000 سنة و500 سنة الله ما حطهمش في القرآن، لكن حط في القرآن واحد يتكلم أكم من كلمة 3-4 كلمات، فهو يتلى قرآن إلى يوم القيامة من عظمة هذا العمل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شو وظيفة المرسلين؟ شو مقصد المرسلين؟ شو عفاف المرسلين؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هاي الداعي يا إخواني، هاي الداعي، هذا الداعي لا يسألكم أجرا وكمان وهم مهتدون. لا بيسأل الناس، لا طعموني، لا سؤوني، لا أعطوني أجاري، وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. هذا الحبيب النجار، هذا الحبيب النجار، إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قاموا عليه ضرب 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 حتى أمعاءه ينعم الدبر. هذا في نظرنا خسر، في نظرنا يخرب الديار حاله، في نظرنا راحت عليه، مسكين مسخم ملطم، لكن لا عذاب قبر ولا ظلمة قبر ولا ضمة قبر ولا مرزبات قبر ولا شجاع أقرع ولا سؤال ولا من ربك ولا من دينك ولا من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، مش الله يدمر قومي والله يكسرهم والله يدمرهم والله لا يبارك لهم، صار يبكي عليهم ويدعي لهم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. غفر لي واكرمني، غفر لي وداني على الجنة، غفر لي وعلى درجاتي. ليش؟ لأنه بس تكلم شو هو هدول الكلمات، هدول الكلمات بس قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الله يا إخوان الإنسان ما إله سعادة إلا بالإيمان. أعطي من وقتك للدين، الله ببارك لك في وقتك. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. شو الغنى؟ القناعة. شو الغنى؟ الإيمان. شو الغنى؟ الثقة بالله. مش الغنى اللي بنشوفه على الأرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. اتخذ المحارم تكن أعبد الناس، هذه وصاية النبي عليه السلام. وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلم، وحب للناس كما تحب لنفسك تكن مؤمن. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، كان يتبسم. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدر غنى وأسد فقرك. هي القناعة فالزمها، تعش ملكا وإن لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى ما ملك الدنيا بأجمعها فهل خرج منها بغير القطن والكفن. عبدي تفرغ لعبادتي، مش يعني نضل قاعدين في المسجد، مش نضل قاعدين نقرا قران، مش نضل نسبح. الدكتور في ميدانه والمهندس في ميدانه والاستاذ في ميدانه. اتقي الله في شغلتك، ارحم على الناس، ادخل السرور على قلوب الناس. انت في الدين، اجيب لك حجر من الشارع، انت في الدين. الله، ابتسم في وجه اخوك المسلم صدقه. الله اكبر، حط لك لقمه في تم زوجتك صدقه. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له صدق يعني أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وذلك إذا وضعها في حلال، إذا وضعها فيما يرضي الله له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة. يا أخواني بس النور يدخل القلب،
وانت مع مرتك دين، وانت مع اولادك دين، وانت نايم دين، وانت بتشتغل دين، وانت دكتور دين، وانت ماشي في الشارع دين، غض بصرك عن الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي 30 حسنة، هاي 30 حسنة. الله أكبر. السلامات، كيف حالك؟ كيف أنت؟ تتحاتت الذنوب كما تتحاتت الشجرة ورقها. فهذا الأمر بده يا أخواني نور يدخل القلب. والله الإنسان إذا ما تحصل على النور ولا تحصل على الإيمان وهو في المسجد بيكون غضب الله عليه. والله هو في بيت الحرام بيكون غضب الله عليه. والله هو في مسجد النبي. والله هو في الأقصى بيكون غضب الله عليه. ليش؟ لأنه مش ماشي على الدين. لأنه الإنسان يا أخواني تكون قلبه معلق بالله، وهو باب الزاوية مع الله، وهو في المستشفى مع الله، وهو في المسجد مع الله. هو بس الله في المسجد يا جماعة. شغلك في الشارع مع الله، مع زوجتك، مع أولادك. كيف أنت وجيرانك؟ كيف أنت وجيرانك؟ أصعب إشي يا أخواني يوم القيامة، أصعب إشي، أكبر عذاب يوم القيامة، أكبر عذاب الذي الناس تتقيه خوفا من شره. مع فلان أعوذ بالله، أعوذ بالله، أكلت هوى والعياذ بالله. أما الإنسان يا أخواني تاني مع ناس طيبين بتقول له هذول ناس، هذول ولا إشي، هذول ولا حاجة، بتعدي. أصعب إشي يا أخواني، أسوأ إشي تدخل السرور على قلب أخوك المسلم، وأصعب إشي تدخل الخوف، تدخل النكد، تدخل الجزع على قلب أخوك المسلم. عبدي تفرغ لعبادتي، أمرأ صدرك هنا وأسد فترك، وإن لم تفعل. هاي تهديد هذا، والله التهديد هذا نازلين فيه أكثر الناس، والله تهديد تحت هذا التهديد أكثر الناس. شو؟ وإن لم تفعل مش بقطع رزقك، مش بخليك ما تشتغلش، ملأت يداك شغلا ولا أسد فقرك. من السبت للأحد مش لاحق للدنيا حد، إرد بكير سعدان بنادي، ما في بركة. عايش مع الشياطين في الدار، بخش على الدار لا قل هو الله أحد ولا سلام عليكم ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سبع شياطين خشوا معه، أكلوا المعلومة وشربوا المية وشبكوا المرأة مع جوزها وناموا عنده وأكلوا عنده وجامعوا عنده. شايفين يا إخواني؟ وليش الولد مش راضي؟ وليش الطخ هذا؟ وليش هذا قتل هذا؟ لأنه ما أعطينا وقت للدين يا جماعة. أبو الدرداء طلع الثقة بالله كانت عنده قاعد في المسجد، قالوا له بيتك انحرق. هاي الأعمال يا إخواني، الأعمال النورانية. قالهم ما احترق، في كل راحة وفي كل طمأنينة. يا رجل شو بعرفك انت؟ اجى واحد تاني قال له البيوت انحرقوا الا بيتك، قال له اعلم ان الله لم يفعل. طب كيف تعلم بالغيب؟ لا يعلم الغيب الا الله، ولكن علمني كلمات علمني يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في الصباح لا تصيب مصيبة حتى يمسي، ومن قال في المساء لا تصيب مصيبة حتى يصبح. اللهم انت ربي، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله يا رب نعلم من قلوبنا مش من ألسنتنا يا الله، يا رب نعلم من قلوبنا. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، شر كل دابة أن تأخذ من ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. راحوا إلا لبيوت الحر محروقات وبيته مش محروق. هاي الثقة يا أخواني بالله، هاي الأعمال، هاي الأعمال النورانية. والله إذا بتتوفى للأعمال النورانية إلا عند الموت تبتسم وتشوف الجنة قبل ما تطلع روحك، وتقول وافر حتى غدا ألقى الأحبة محمد وصحبة. والله يا أخواني إن الإنسان بيشوف الجنة قبل ما يموت، والإنسان اللي عاش على خاطره وعلى شيطانه وعلى نفسه. والله في ناس عند الموت بسب الدين والرب يا جماعة، والله بخش على ناس إنه بسب الدين والرب. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، واللي آخر كلامه شتم، واللي آخر كلامه تعطوش الولاية، واللي آخر كلامه يقطعوا فلان، واللي آخر كلامه تعملوش كذا بما يغضب الله، يعبد الله 60 عاما ثم يجور بالوصية فيدخل النار. بصلي 60 سنة
وبيحج وبيعتمر وبيقرأ القرآن وبيسبح، لكن يجور بالوصية يدخل النار. دير بالنا يا جماعة، أولادك منفعوكش، مرتك بتنفعكش، والله لقد كان الله يبعثك في ولد هيك، يا رب ترحم أبي، يا رب تغفر لأبي، يا رب ترفع درجاته بالجنة. لأنه يا أخي ورد إنه واحد يعني قال يا رب أنا رفعتني درجات عالية أنا بستاهلهاش، ما هو بيعرف حال الواحد وزنه قديش. أنا قال من استغفار ولدك لك. إن الله يستحي يستحي أن يعذب العبد في بطن الأرض وله ولد يستغفر له على وجه الأرض. ندير بالنا يا أخوان، ندعي لأولادنا اكثر من دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اكثر من دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اكثر من دعاء ربنا أوسعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اكثر من الدعاء قد ما تقدر، اكثر من الدعاء وقد ما تقدر، اوعى تاكل حرام، وقد ما تقدر اوعى تظلم. هدول العينين دير بالك شو بيشوفوا، وهدول دير بالك شو بيسمعوا، وهذا دير بالك شو بيتكلم، وهذا دير بالك شو بيفكر. هدول اربع مصبات، يا بصبوا سواد، يا بصبوا غتا، يا بصبوا مصايب ومعاصي ونفاق، يا بصبوا نور بقيمك على صلاة الفجر، بصبوا نور بقيمك على قيام الليل، بصبوا نور بسامح المسلمين، بصبوا نور بتحب المسلمين، بصبوا نور بتحب القرآن. تتلذذ على القرآن، تتلذذ على الذكر، تتلذذ على الدعاء، تتلذذ على نشر، تتلذذ تزور المرضى في المستشفى، بتتلذذ تدعي لهم ترحم عليهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا يا ذا الجلال، ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا بالقرآن، ارفعنا بالإسلام، ارفعنا بالإيمان، ارفعنا بالتقوى، ارفعنا بالنور. اللهم يا نور السماوات والأرض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك ومن عزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، أن ترحمنا بترك المعاصي والذنوب، أن ترحمنا بترك المعاصي والذنوب والبدع والعادات السيئة، أن ترحمنا بمخالفة، تكرمنا بمخالفة الشيطان، بمخالفة الناس، بإرضاء الرحمن يا الله، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. لا تدع لنا وللمسلمين يا الله هذا مقامك، هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته وعفيته. يا الله اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يا الله اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا فيها صلاح إلا وقضيتها. اللهم اشرح صدورنا للجهد، اللهم اشرح صدورنا للدعوة، اللهم اشرح صدورنا لتحصيل الإيمان، اللهم اشرح صدورنا صدور أبنائنا وأهلينا لتحصيل التقوى، لتحصيل النور، لتحصيل لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أذقنا حلاوة لا إله إلا الله، أذقنا حلاوة الإيمان. اللهم لا تعاقبنا، اللهم لا تعاقبنا بعدم أن نتلذذ بالإيمان يا الله. اللهم لذذنا بالإيمان، اللهم لذذنا بالقرآن، اللهم لذذنا بالتقوى. اللهم وجه قلوبنا إليك، وإذا كانت قلوبنا متوجهة لغيرك وجهها إليك يا الله. صلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، بارك الله فيكم، جزاكم الله.